لماذا نريد أن نكون من أهل القرآن؟ لأن أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ، اقرأ وارضى الله، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالإنسان إذا كان حافظا للقرآن فهو في أعلى درجة في الجنة، الفردوس الأعلى في الجنة. مع السفر الكرام البررة، هذا صاحب القرآن. الله جل في علاه يقول: لقد What?